بفرج. انتهي عناية مع حبيبيكم لهاد لينك. تعبنا حاج حاج لاردي، ما لها تزوي غير بالشرطة. خير مدام دلع، طلبتي موازرة. أنا ما بدي شي، بس الأستاذ مصر يعرف وين حيوان دنيا، وأشو بده يسلمها للشرطة. احكي معي. حاضر. شو بدك بس الدنيا؟ ما بدي ما احكي. شبك معصب، خود عدل المية يا زلمة، روق. أنا بدي احكي وبلا سألي. طيب أنا بدي الست دنيا كنت مشان احكي ولا شو بك معصب انت الثاني؟ خلص من اول ما ربيت شوارب عرفان رح يصيروا بمسح امسحها بهالشوارب. روق قدي. شو انت ما تفهم؟ لا انا قلت اول عصافي يا زلمه. شو ما بفهم شو بدك هلا؟ احكي شو بدك بس الدنيا؟ انا كان بدي اعطيها اجرتها لانه هي تركت الشغل وما قدرت مصاريها. رحم عليها. المصاري بتعطيهم للمدام دلع. حاضر. بس الدنيا بتنساها لانه خط احمر، فهمت؟ خط احمر اتكال لكان اخضر. اعوذ بالله، الله يجيبنا من الله. يلا تحرك. حاضر. تفضل يا جيد مصاري. هو في فراطات بينفعوها للدخان، الله يعطينا خير. خلص تفضل. ما توقفونا يا شباب. والله الوالد الله يرحمه قال لي العب حديد وما سمحت. انتم السلام عليكم. السلام عليكم. وصينا مدام. سلامتكم، الله ينصركم يا حق. مع السلامة. اي نعم. مسك الدنيا كملي. انت لو بتشوفيش دون هرب مثل الصوص لما شاف جماعة ابو العبد. متعينه الله لا يوفقه شو وقيح. انا الحق علي، كان لازم ابلغ عنه التموين والامن الجنائي، بس انت هاي المذنبة يا دلع، انت ما خليتيني. قولك حاجة بقى دنيا، حاج بقى تعملي لي عيو مشاكل كل ما اشتغلتي بإذني. خلاص بقى. انا بسوي عق بس بالحق، يعني عايب الحق. كيف لكان في كاي تعديها اربع مرات؟ نعم. جوا ترفع عم تبكي. ليش يعني عم تبكي؟ ويلاهي في مشكله يعني؟ هو معي بالداي بالداي. الله يا حبيبي يا نوحي. انا حلوح وقت الكاكاو، بس انا مون انا بدي بناتي. شو يعني خلاص قررتي تسافري يعني؟ ايه يا دنيا، انا ما عاد اقدر، اشتقت للبنات كتير كتير، نطف قلبي عليهم. نعم ما اختلفنا يعني، بس استني لحتى يعني يحاكوك يتصلوا فيك تعرفي باي بلد ملحوشين يعني. بعرف وينهم، بس يمكن ما معهم مصاني يشتنوا خط موبايل. والله وانم يا دنيا، والله وانم. شو اكلوا وشو شنبوا وناموا؟ بتعرفي انا ما كنت منقص عليهم شي، كانوا معززين مكنمين هون بالبيت. بعرف، انا اللي بعرف حديكي العيب يعني بحياتك، ما قصرتي على بناتك. خلاص حاج حتبكيني هاليومين منظبط لك اياها وانتو خلصت. لك اي يومين؟ الباص ماشي بعد ساعتين. هلا؟ اي نعم هلا. خلص يعني انتي صممتي؟ قنان نهائي. نهائي؟ يعني انا وانتي بدنا نفترق؟ تلبتيني انت يا دنيا، انا بمسؤول نصين بينك وبين بناتي، بس دول بيضلوا بناتي يعني بتعرفي انت شو يعني بناتي. معك اي حق، لا تقبريني. رح اساعدك بطب الشنطة انا. اي شنطة بدك هوبي؟ اي شنطة؟ خلص انا بهي شنطاتي الزهنوجة موصفني؟ واحد زعمي عم يخصني. ايه يعني مجهزي حالك قبل ما تقولي لي؟ شو بك؟ احكي لي كلمة شهيك بشر شي حدا. دنيا فمي عميني، انا راح الدنيا بدون بناتي. حاج حط العيلة يروعي. سافري وقامتو خلصي. خلص سافري معها. انا بالربوي بحلف بغربتي. خلص معنا يا دنيا، خلص.
نحن لازم نفتني. هذا قدرنا المعدوم. طب اطبي عيني، طب اطبي عيني، عم بكي عليك يا يبتيني. ايه عم ترجع هاي برجوع بتراكتور، هاي غير عني يعني. ما قادرة افرقك انا ما وغيرها يا خلاص. لا متعين الفراق. اه لك يا حبيبي حاجبة، يا حبيبي قلبي اخر مرة بشوفك انا. طيب اذا زلتك الغربي بوجهك على الدار. لا البلد البلد كيف لك اني اللي بتلومنا كلياتنا كلياتنا كلياتنا. دنيا بامانتك البنات وبامانتك النقفة، اديني بعنك عنيهم. ما تواخذني وستون، ما شفت مني دخينك دخينك. سامحني انا عطني اكثر من ما بيعرف الواحد شو بصير معه. وانت صدقنا انا سامحتك سامحتك. الله يسامحك يا اسمع انا بس مني انا نتعلم على بعض. سلمي على البنات. شايفه كيف صار؟ لا رجعت وباللحظه لحالك يعني كانت هي يعني اوني وجهي على شو بكيت؟ اوني شو بكيت؟ شو في دنيا؟ اني من انه انا دفعت نفتي عنك. ليش يعني انت ما دفعتيهم؟ مشان ما يقسطوني بقيه مصريه اللي دخيني. حاضر يمكن اكون شرجعتو. لك شو شرجعنا هذا يا سيدي نحن؟ شلونك تغنيني؟ يا ضيع عيني انا، احكيني شو صار معكم؟ انا بعلمك شو اذا سمعت استاذ محنوس انت ما دخلك، انا عم بسال بناتي. انا فايتي نام شهر ونص. نامي بس جاوبيني بالاول شو صار معكم؟ شو صار؟ ما حدا يسالني؟ ايه ها متعينك شو بك يعني؟ ما موضوع احدا اسالك، احكي لي محنوس شو صار معكم؟ اهو هلا وكون يعني هذا يا ست الكل قصه. اي نعم يا ست الكل، معناتها بدنا نعود نحن نتعار. عود تعال يا ابو عبد الله، عود يا عن كنا. اي نعم كنت عم تقول لي هيدا يا ست الكل. ها والله يا ست الكل القصه طويله كثير كثير يعني، ايش بدي احكي لك يعني؟ تبهدلنا وتشرشحنا وخلينا سوكتين احسن ما نفضح القصص كليتها. فضحتها؟ يعني في فضايح احكي لك. والله يا سيدتي الكريمه ايش بدي احكي لك يعني؟ بهدلنا بهدلت الكلوب السود. قلت لكم انا، قلت لكم لا تسافروا، لا تهجروا، لا تروحوا، ما حدا سمع مني. دنيا نعم هل تاخذي وتعطي معنا هذا؟ خلص تنكين بحاله. الله يسامحك يا مدام، اشكر اسمها؟ طرفة. طرفة، هاك بتقابلينا مدام وتقعدينا في الاشواق والقبلات والعواطف المجوشة. مجوشة انتي؟ مو انت طلقتني؟ والله مو انا. قصدي قسما في ذات الله نتما. شلونك معلمي؟ مشتاق لك. والله اشتقت لك، اشتقت الشام فكاتا. تشتاق لك مكي. ليش لا يا عمي؟ منو هذا ابنك؟ لانه ما بيشبهك ابنه. مش معلومه بيشبهني كمان، مو ابني هذا الصحفي الماني مستعجل. اهلا وسهلا عاشت الاسامي. اهلا وسهلا عاشت الاسامي. اهلا وسهلا. يا حبيبي قلبي ليك تلفنا بس طولي بين حطيك ليك اللي وجوزك وبناتك رجعوا لي حطيك شو بدك احسن من هيك؟ لازم تفرحي. ليش لحتى افنى؟ لك مو هلا كنت عم تحكي جوا وعم تقولي انه انت ما فينك بلا هون. مزبوط مزبوط هذا الحكي 100%، بس الافندي باعني عند اول مطب. ليش لحتى اشتني؟ لانه ابو بناتك ساترك وغطاك، كيف لك نحطي عقلك براسك؟ متعينك مع احواني. خلصنا بقى دنيا خلصنا، تنكيني انا هلا افكر بالموضوع. بس اهم شيء ها اهم شيء اوعي تزنقي بتنينه انه انا دفعت منك الفدية عن منتك. حاج حاج فهمت ماني حمار انا قدامي؟ متعينك المصاري بتضل اكل شقفي من مخي. لك فهمنا يا جماعه فهمنا، خلصونا احكوا لنا شو القصة شو صار معكم. اطول بالك تقعد تنفلش كمان قصير لك. هذا يا سيدي قصر معنا، وصلنا على تركيا. من وصلتنا على تركيا ايش صار؟
راحوا حطونا في جنان. نطرنا هالشخص هويا اللي بده يجي ياخذنا على الشط، قديش نطرناه؟ سبعة ايام. تسعة ايام كلب. مت عينك شو فرقت يعني سبعة ايام عن تسعة ايام؟ كلياتهم يومين وكلياتهم نزلوا بزول كعميل. وبعد اسبوع هو الزلمه ايش سوى؟ اجى يعني بعد سبعة ايام. تسعة ايام كلبان. فهمنا خلاص بقى كعميل. ليش هيك عم تبادلي يعني خالتي؟ اه ليش هيك؟ شو عم لك؟ هو عم يصلح له لابي. بعدين يعني نحن عن جد قعدنا تسعة ايام مو سبعة ايام. الله وكيلك يا خالتي، شفنا الوين فيهم عشايبك عجايب، شفناهم ليه مثل اكل ما كنا نلاقيها، اكلنا خبز حاف. الله وكيلك يا خالتي، الله وكيلك. تسعة ايام. يا بناي يا بناي يا بنات دقيقة. والله قلبك انا حاسسها. والله حاسسني. والله يا بناي والله يبعث له حمى عليه ولا دنيا. انت يا بعيد الشهر يبعث له حمى هو ابوه الحمار. انت حط عينك بالامل. كيف بتجوع اولادك بالغربة؟ اه ما تشتغل. بقول معي مصاري، انا بدي اجيب مصاري، بدي اشتغل. ما حدا رد يشغلني وقال انا ما معي لهجه ولغه، هن بيحكوا تركي وانا لغتي اسباني، ايش بتسوي بحالي يعني بتروح حالي؟ لا 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 فهمت انا اللغه، كيف لك انك بيحكوا يعني بدهم ناموس للغه؟ كمل كمل. عاطف قوم عمل لك هالشيء. الله امره لك. ايه لسه هلا وصلنا، اتركوا يا الزلمه يرتاح، اتركوا. معلش معلش بدري، والله انا مشتهي كاسه. يلا يلا بتعيد وبتعيد الشيء كمل يلا. وهذا يا ستي ما كنت ايش صور بعدها؟ بعد ما كنت معك سيكورة؟ انا ما بدخي كمل. تفضل مستر كمل كمل. يلا قللت بعد ما صور هاي القصة. اي نعم. ايش قررنا نحن؟ اي نعم. مين اللي اعطوني سيكورة؟ هيدا كمل. مين انت؟ لا تقلو يلا كمل. متعينك. انا هانز صحفي من المانيا. متعينك انت والمانيا مع ابرد دمكم، شقدرتين هاتلون ويلان ويلان. انت لازم تسمعنا يعني لازم تفهمنا لما بقول سكتاو يعني خلصاو يعني شوت اب شوت اب. خلاص اوكي اوكي شوت اب خلاص اوكي. كمل يلا يلا. انا وصلنا وصلنا عند هذا الزلمة اللي اجى بعد سبعة ايام. تسعة ايام خلاص كمل. الزلمة ايش سوى؟ ما كذب خبر بنوب بنوب. ايش سوى؟ جاب هالبص الصغير تبعه وحملنا لانية عالشط. عالشط ايوه. دفعتوا له مصاري؟ ليه؟ لو دفعنا دفعنا دفعة أولى وقلنا له بنكمل لك الدفعة الثانية بس نصل للمكان اللي يكون هو بده يوصلنا. انت كيف بتبعتلنا انت؟ يا عيني يا عيني بابا ها ها تعال تتصلنا. اي نعم عم بقول لك انا حطيت عليك براسك. كمل كمل. وقعدنا لك يا اثنان ثلاثة ايام ونحن قاعدين عم نستنى. وانا يعني بدي اشتغل يعني لازم مصاري، مش هون اطعمي الاولاد، بدي اطعمي خضره، بدي اطعمي الدنيا كله بده مصاري. عرفت كيف؟ ايش بدي اسوي بحولي؟ ايش اعمل؟ والقرن اللي حطونا فيها ايش قرني؟ لو فيها لا هبوب ولا دبوب، انا حسيت حالي ايش في العصر الحديث. يا ولا اجت الشخطوره؟ اجت الشخطوره بس ما حسنا نطلع فيها. ليش يعني؟ كانوا خلصوا المصاري. ايه هاي بعد الحمار بس انا حلاتها. شلون عرفت؟ اتعرفت على واحد من اولاد البلد هيك يعني عرفتي كيفي؟ واتفقت معه انه بكمل له مصريات يعني بدينا لبعد ما نوصل لاسواق. عال ما في احلى من اولاد البلد يعني لما بفوتوا بعضهم بالزنقه. كمي ووصلونا على شط ثاني عرفتي كيف؟ قول اشو بدنا نستنى الشخطوره الثانيه اللي بدها تجي. نعم كذا شخطورة يعني كذا شخطورة بعيدة لأنه وبهذا الأثناء هاي أثر ونحن فجأة في هاي الوضع إجا علينا خفر المسارح. مين هيدا؟ خفر السوالف يعني؟ يعني الشرطة. نعم لأنه ببليت برا ما بيتركاو البحر فلتين، كيف لك عم بيحطوا شبان كامل؟ من خفر مسارح لخفر سوالف، من خفر سوالف لخفر زواحف لخفر مناصف، بعدين اجلو انا حالنا اني في باب الهواء. ايه باب الهواء هاي وين صوب بلاد ايه؟ في دار الزور. ومن باب الهواء الله بعت لنا واحد هيك ادمي مليح يعني وصلنا على حلب، وانا بس وصلنا على حلب فزات انا وعاطف ونجيب ايش اسمه؟ بشير. عاطف وبشير فزانا احنا اثنان وبلشنا في الشغل كذا شويه شغل وشغلات لحتى عملنا مصريات وجينا لها. يعني كان بإمكانك تاخد جوال حدا يعني حي الله حدا لحتى نطمن هاي الحمارة اللي قضتها كلياتها بكاي 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 يعني طقر بلشت حتى لما تتصل وتطمن. هو أشتر معنا يعني أمورنا كانت تمام لحتى طلعنا في الشخطورة وروحت الشريحة التركية واضطرانا أشو نسوي إنه نبيع المبولات مشان نبلع الحاصل. السفرة راحت والمصاري الأخرى راحت.
الصفحات. كله. اي نعم، ضلي على بالك لا تجيك تجاوب عليهم. اي نعم، اسمعوني كلياتكم كلياتكم. من هون رايح انا بدي اعمل فراوان بهذا الدار، كيف حكى؟ يعني بيفتح تمه بتجيب ست الصفار، انا رح اتصل بعمي ابو العبد وهو بيتصرف معه. فهمانين ولا لا؟ يلا كل واحد على اوضته، يلا 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 يلا. يا حتى انت وضبين والناس ثانيين هذول يروحوا على اوضتهم، بس هو ما بيصير يا حبيبي. ليش يعني هيك بيصير؟ بس يعني انه طناني وانا بتعدي. اي نعم مطلقه، يعني ما بتجزوا. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة. وين بالك ها؟ خلص ربك هيك رايح؟ لكن مسكيني ما تهنت ولا يوم واحد بحياتها. معناها تجوزنا من هون، امنا تهجرنا من هون، جينا حطيناها ورحنا لنظبط الامور بلبنان، جات لقيتها. يا اخي هلا المهم ابنك بايدين امينه، عم اقول لك هدول الجماعه بيقربوني، وقلت لهم انك رايح تاخذ ولد بعد كام يوم. كتر خيرك، ما بعرف شو بدي. دايما سيك هيك كتبت لك العنوان وسموا الولد رأفت. بالله رأفت على اسم ابي الله يرحمه؟ الله يرحمه اسمه رأفت؟ ايه. شو هالصدفه؟ لك هيك ها؟ اضحك. بدك اذا ما عرفت العنوان انا بوصلك. لا لا سهل ما في داعي. قول انه البيت ما بيطوع. اسمه بيت جودة، هو بيت بيأجر فيه درويش وعالم معتر. الله يخليك، عن جد ما بعرف شو بدي لك. ادهم لازمك مصاري؟ لا لا أماني مستورة مستورة. الله خاطرك كتر خيرك. سلم على الشباب. الله معك. التنظي انه انا وافقت ماشي ومش نحال، شلون بدنا ننام كلياتنا بالاوضه والست سلمى اللي بنيتينا فيها؟ سلمى لا تشيلي همها، رح اجوزها لجوده لحتى ريت تخلص من المشي البطال. كيف لك؟ اي انا مشي بطال. اه ايه مشي بطال، يعني انا خايفه عليها من دقيق الحال ياخذها على المشي البطال. اه فهمت عليكي فهمت عليكي. يعني موافق؟ لا ماني موافق. وانت بتعرفي قلبي وين؟ علي. وحتى لو وافقت وافترضي اني وافقت وين بدي سكن السيد هانز؟ مستاجر ودافع مصاري. جوزوا له دنيا. الله لا يوفقك، ليش انا برضه اتجوز الماني؟ الماني انا غير سوري مختوم بختم البلد ما بتجوز. ايوه محلولي هاي القصه. شو هو؟ معك سكورة؟ انا ما بدخن. ما بدخني؟ تفضل. يسلموا يسلموا سيد هانز. في تشغيل؟ نعمر له غرفة فوق على السطح، ايش رأيك؟ حلوة الفكرة؟ حلوة لك يا مشعل. أنا غرفة بدها لتجهز أسبوعين على الأقل. غير هيك ممنوع، ممنوع تعمل غرفة على السطح، بدون موافقات بيهدوا لك إياها. آه ما شاء الله، أحياناً بتفهم ماشي حالك. محلولي محلولي، أنا بحكي تلفون مع عمي أبو العبد بجيب منه استفتاء وأنتو خاصين، قلة عالم عم يجيبها واستفتاءات يعني لحتى يعمرها ويخالفها. وأنا موافق. ومنبلش منها من بكره إذا بدكم، بس عندي شرط. إيه ها متعينك، إسا بدك تتشرط؟ رح أعمر لك غرفة على الأسطوح وبدك تتشرط؟ وشرطي إنه نسكن سلمى مع هانز، أنا مالي مصلحة أتجوزها لسلمى، لا تاخذيني بهالكلمة، سلمى خانو. ليش مين قال لك إني أنا موافق أتجوزك أساساً؟ حتى هذا طولوا بالكم يا جماعة، طولوا. أنا عم بفكر يعني عم بجرب ألاقي حالي، يعني لا تتجوزي، انتي معاكي حق، أنا عم ضايقة يعني. يا الماني انتي تتجوزها؟ إيه أكيد. إيه بس أنا مالي موافقة. ليكي دنيا انتي ساعدتيني وكتر خيرك وفضلك على راسي، بس يعني لا تساعديني أرجع لهداك الطريق. ها حاج حاج شفتي؟ إيه رضينا بالبين والبين. مين ما نظفينا؟ نعم. متعينك اجاكي اثنين عرسان وما بدك، متعينك بنات البيوت ما عم يصح لهم العرسان، خلاص لا تتجوزي وهيدا قرار نهائي. انا عندي حل ثاني. شو هو؟ شو هو؟ منعمر غرفتان فوق على السطح، وحده لهالس ووحده لسلمى. حلو، ودنيا من نصيبي بسكنها عندي بالغرفه، الصدر لها والعتبه لها. هاي هو. ايه ها متعينك، مين قال لك انا اعطيت جوابي يعني وقبلت وتنازلت اني اتجوزك؟ اه بمواقف بخ من حاله وصير انا اللي بدي اقوله، انت يا الماني بتنام عن جودة وقامتو خلصي، سلمى بتنامي بالغرفه اللي رح نعمرها على الاسطوح، كيف لكانت؟ يعني هيك ما شاء الله عساس نحلت امره لا تعمر الغرفه، كيف بدنا نحلها؟ اي نعم. في ثلاث غرفه مالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي نعم. ايه هلا ابو 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 رافض، اهلين وسهلين يا علي. ايه اهلين وسهلين، الله ما كان جاب الغنينا هي تي. اي نعم تي يعني وين كنت؟ بلاقيك عنا يعني. شو جاي يساوي يعني؟ جاي ياخذ ابني؟ نعم. هاتوا ياخذوا.
ليش انا هيك نصيبي كل النقفات بحياتي عم ينوحوا؟ الله لا يوفقك، انت مين قال لك تسميه رأفت؟ اه اسم رأفت نحس كيف لكن سميه اسم اخر وقبته وخلصت. والله ما نني اني حاج 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 انت ايه؟ ورجعت من لبنان وريت باللي صار، والسيد عبودي اعطاني العنوان وقال لي انكم قرايبينه، وقال لي انه رأفت بايادي امين. الله لا يعطيك عافيه فوق تعبان. امين. طولي بالك. على شو بدي اطول بالي؟ اه مسكت الحرمه الله يرحمها، زتيتها بالمدرسه وحملت حالك واختفيت، وهلا جاي تاخذوه. اه طيب شو ساوي يعني شو ساوي؟ اوضاع العمال بلبنان صعبه كثير، هلا لحتى صح لي الاقي شغل وجيب مصاري مشان اعيشها بكرامه، قام رجعت لقيتها. نعم الله يرحمها يعني، وليش لحتى انا تشتغلي بلبنان؟ اه ليش لحتى انا ما تشتغلي بالبلد وانتو خالصين؟ اللي بيسمعك بيصدق انه الشغل مثل بعضه بالبلد يعني. اي نعم يعني صدقتك فيها وجهه نظر. اي نعم اي نعم. آه يلا خذ ابنك. اي نعم ورجينا عرض كتافك، بس تذكر وحط حلقه بابنك، هيدا الولد إلنا حصه فيه كيف لكن. بس يعني انا مشان هيك لانه سيد عبودي قال لي انه في غرف للايجار هون، فقلت لحالي بقعد عندكم كم يوم لحتى تيجي موعد سفرتي وباخذ الصبي وبروح يعني اذا في مجال. ايه هلا انت بدك تمشي امشي، اما معك دم بالسلامه، بس نقفل ما حتاخده يعني مني. ايه ليش حتى ما ياخده يعني بالاخر؟ اول على الاخر هو ابوه يعني عوده الاب الضال رجع وبده ياخده، ليش ما بدك تعطيه؟ اه لانه نقفت شقفه من قلبي وانا ما بيهون عني نقفت يتشنطط، وشو بيضم مني انه نقفت يبقى بين ايدين ام حنونه. ام حنونه وانت هي جبتيها لقيتها انا منجوز ابو رأفت لسلمى وانتو خلصتوا، اذا بتفتحيت امك بلقك بالباب وجهها. على بركة الله سمعونا الفاتحة. يلا طولوا بالكم طولوا بالكم يا جماعة، لحظة ما حدا اخذ رأي العريس. ايها اذا ما وافقت ما تاخد ابنك كيف لكن، يا الولد وامه يا اما الاب الندم بتمه هيكها. شو قلت انت؟ ايه وافق. لحظة لحظة في مشكلة عضيلي هان. شو هي؟ قالنا النوم نحنا من نام يعني. وين المشكلة؟ بين ما يسافر رأفات والبيباي وام رأفات بين ما يسافر يعني النسوين كلياتهم بيناموا وعندي من اوضة ونجانب اوضة جودات، وهذا هانزن اشتب بينام بأوضته. وين موافق؟ ولما يسافر يعني كل واحد بيرجع بيتجه محل. وعدتوا خلصي خلصونا بقى من هالنصة. انا موافق موافق. لحظة يا جماعة لسه انا ما وافقت. اجو كاي بنفس القعدة، انت هيك يا معريس اجا كاي قبل هيدا. اه حطي عينيك بعيني نفس. الله يرحمه. والله معك حق، والله العظيم معك حق. مثل ما عم قلها كتب الكتاب اذا ما تجوزنا بتبله وبتشرب ميته. انا بهذا البيت ماني مضطر اقعد الا اذا تجوزنا، اما نرجع قعد بالغرفه مع امي وخضرة وروضه لا لا ما حذري بهرب اشرف لي. لك لا شو تهربي؟ خلص لازم يجوزونا، انت حلالي ولازم يجوزونا. انت حبيبي كمان يعني تحرق لك شوي يعني هيك اعمل لك شي حركه. انت وبشير اذا اتفقتوا على موقف واحد صدقني ما حدا بيقدر يوقف بوشكم بالشرع والقانون. انا وروضه نسوانكم. لك لك هو هيك خلص هو هيك وهيك علي شو بعرف. والله 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 انه ابو لرأفت احلى عريس تقدم لك اليوم. كيف لكن كيف لكن هو احلى من جودات واحلى من هدلاك الالماني حلوه وله هيبه. اي نعم حطي عقلك براسك يا حبيبه قلبي يا سلمى احلالك من هيسك الزول. كيف لكن انت مقطوع عم تسجل يا دنيا؟ ما حكيت شيء انا لك، بس عطوني شويه وقت فكر لك. والله من حقي معك حق يا نوحي معك حق يا قلبي. فكري خدي وقتك شو ورانا نحن؟ بس الدنيا اشتغلت خطابه ونسيت ان في قدها شقيقه نوحه مش كنتي النايسيه. ماني ناجعت انه للمحروس اذا فكرة ماني ناجعت انه ماني ناجعت انه ايها 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 بدك ترجعي له واجريك فوق رقبتك. نقى نوحي نقى قلبي نقى عيوني ما بنجع الا بشنوطن جديده، بيعملني عنس بيعملني متقدم ومتاخر جديد. قال بخليه يعمل لك عرس وبخليه يدفع لك مقدم ومؤخر وانت هي الاخرى يلا بنفرح. اذا هيك موافقه. قال وانت هي الاخرى بدي اسوي لك عرس غير شكل بتستاهلي. كيف لكن بتستاهلي حبيبي قلبي. يا الله يعني والله ما بعرف شو بدي لكم، عبطوني وما خليتوني اعرف فكر. انت عينك مين حيصح لك يعني حدا بيرضى فيك هي بالساهل يعني؟ انت عندك معضل يعني عدم مؤاخذه. طلعي شوفي لي هاي النقطه بالمصحف.
شوفي ليه الحلاو، ما هو حرام هيدا يربع تخيلي مرقب ما تكون حنوني عليه. طلعي فيه انت يعني اذا جبرتي بخاطره لهالولد اليتيم الله من فوق بيجبر بخاطرك كيف لك. حطي عيني بعيني يلا وافقي. خلص مثل ما بدك. نعم الف مبروك عليك. خلص خلص شبكي يعني شبكي، ما في احلى من الوحده تتجوز وتلاقي هيك عندها ولد حلو جاهز مثل القمر. حكى بدني اي نعم كيف لك وغدي الله بيرزقك اخ او اخت لالو ليش لا يعني يلا 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 وافقي خلينا نحدد موعد العرس. خلص مثل ما بدك ماشي. روضه روضه بدري بدي اياكي. يلا جايه جايه. وما يساوي لنا لقمي خالتي جعت انا. اي نعم انا 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 عيني اعملكم اكل من تحدياتي. لو سمحتي انسه دنيا تخبني الاستاذ محنوس بشنوتي الجديده. ماشي ماشي من عيونها يا حبيبه قلبي. نعم يا حبيب قلبي انت ايه صار عندك كيف لك يكلا امك شو حلوه. نعم نعم بسم الله والنبي. ايه نعم غيري له تعال يا عيني. لك يا اخي يا محروس كمان هي معها حق يعني انت طلعت على هو السام وحقها تفرق. اي نعم ريحة تزرون. اي نعم ليه طلعته ايش شايفني انت يعني المصاري تلتلي تلتلي انا معي مصاري اذا تضربني على ارتي بهرنص شعري انا ما معي تكلف العرس. اي نعم ما قال يعني. مرحبا عبا. ايه ها شو بدكم انت؟ نحن جايين نحكي معكم موضوع كثير مهم. يلا قول تفضل ناطق رسمي. أنا وروضة وبدرية وعاطف اجتمعنا وقررنا إنه نتزوج. اتجوزوا مين مسكون يعني إن شاء الله ألف مبروك يعني. إيه بس لحتى نقدر نتجوز لازم نطلع المستأجر اللي بالغرفة مشان نقدر نسكن نحن ونسوان. أعوذ بالله. صلي على محمدك أنت اللخور. الله. روضة انتهي هلا المستأجر اللي قاعد بغرفته بتطلعه وبترد له مصرياته لحتى هالشباب يفرحوا. نعم بعدين لا تنسى اني انا غرفة بشير دافعة تكاليفها لما كنت مليونيرة. والمعنى؟ المعنى انه يعني لازم نتجوز هالكون بقلب بعضه ونتجوز ابو رفعت لسلمى ونتجوز محروس لطرفة وانتو خلصين. وانا كمان بهالوقت ايش بصير؟ انت بكسبان اس بصير عرس جودك على الدنيا. اي نعم قولوا يا رب. يا رب عم تحكي عن جد؟ معناتها بكره العرس يا هو. لا وين بكره العرس؟ طاولة وبيتكم انت وما بنلحق بكره. شو ما بنلحق؟ هي كم فستان وخمسة فيها ملبس وجرعة بالوسط وهو عم خلافه شو ما بنلحق؟ ايه ها يا جماعة يلا خليك تجربة. اي نعم شو قلتي؟ ما في خالتي يلا هذا احلى على لونه يموت يا ابني. ليش عم تتخانقي انت وياها؟ خنوني بمصيبتي ها؟ دنيا شو هذا النسان ممكن اعرف شو هذا النسان؟ ليش تتصنفات على مقاسي انا مقاسي ستاندن انا بياخذوا عني المقاسات تبع عنضات الازياء. انت عارضه ازياء انت دخيلك يا ربي دخيلك يا الله شو بتخلي حي الله الخرفتي شايفه حالها عقيد احسن من عشره شجره على عارضه ازياء متعينك متعيني عارضه الملعب قليل عليك بتحكي انت يا هان بتقعد تحكي عن زب المسخ Thank you.
تفضلوا اهلا وسهلا ان شاء الله سم الهوري اللي سحتان وهنا تفضلوا بسم الله موطني Thank you.
وسهلا. عاطف تعال لنا، عاطف تعال لنا. قال لي عمي الله لا يخاف، الله لا يقشع خير، ماني طيب جيب لي المأذون باخر عمره، خايف ينفخها قبل ما خلص. شو ينفخها ما ينفخها عمي، جايب لك واحد خبره ينفخ، بعدين كلها القصه خمس دقائق وبتخلص، طول بالك. خلص روح روح. تفضلوا شيخنا، خلينا نبلش. الزواج يا ابنائي. استاذ رحمه اسمح لي كبين. عفوا. رحمه ونعمه من الله سبحانه. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا، نعم، فجعله نسبا وصهرا، واشرع النكاح ووضعه صلة للارحام. شيخي شيخي الله يخليه، خلينا نحن بعدين نسمع الموعظة. مثل ما بتريد يا ابني، مثل ما بتريد. يلا شيخي. على الانسان ان يتحمل وان يمتثل للناس. أين الهويات؟ ماك أين الهويات؟ هاي هويتي وهويت مرتي شيخي. هاتي هاتي هويتي. يا ربي ينفخها. آمين. يا ربي ينفخها. مخي العرسان. هنين يعني اسمي أنا فهمت علي، يعني هتلون متجوزين، يعني كاتبين كتاب وقالوا أنتو خمسين. هذا جحش يعني طلع حرمته وبدو يردها، وفي يعني تنتين لخور، وأنا وهيدا يعني كل يدنا بس ربي وفخا. على بركة الله، على بركة الله. يا ربي وفخا، يا ربي وفخا، يا 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 خليني كسكو تعرفي عي. آمين. تفضل يا علي. قوم عمي جودة، احنا لو علم جودة. انت مخربت، يعني انت كتبت كتابي انا على دنيا. يخرب بيتك. اعوذ بالله. شو هالحكي؟ انا ما دخلني. لحظه، انا ايه ايش في؟ انحسنت يعني عم تبيني عم تبيني. وانا كمان انا يلا 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 جبت عندي. شو دخلني؟ لك من ادخل جبني هذا العفو. الله يلعن هالزحطة في سواهي. وهي الكتب كتابة يا هي الأدب عن آلة سلوى. سلمى عمي سلمى. أجيلي أجيلي. إيه سلمى خدنا بالمعلمة. فقر يا فتعني يا معلم جودة. شوفي لوين؟ اشو اشو عمل؟ الكل بيطلع بدون اي كلمة. كل يوم شو الحكي؟ انت كمل كتابي من الاول. لا حكي والكل انا بدون حكي. مسكينة مسكينة يا دنيا على هالحظ. ما عم بقدر ما اضحك. معقول انت ما عم شو انت بشو عم تضحك؟ ما حبيته، ما حبيته لهالالماني. قلت لكم من الاول انه ما انه الماني، بس بدك مين يفهم. اي اسم الفكه يلعنه شو طلع نس. لك امتى بدنا نتجوز نحن يعني؟ امتى يعني؟ لك جواز ابرسي ان شاء الله، فور جاي، امتى بدنا نرجع البيت؟ معلمتي بكره بدي اجي، انا تعبت انا. بنت عينك شو بتنقي شيليها من قدامي ها؟ يعني الله استجاب للفاتحة تعيتي على نية عدم التوفيق، لكن كتر خيرك يا رب. معقول يكون نفخات؟ ايه سحور؟ انا بس بدي اسالك من زمان، ليش انت عيب التنك تنفخي غرتك اه؟ انا؟ يا انا؟ تقصدت شو اسمعي نعم؟ الله لا ينصح. ايه بابا؟ تفضل، هي رئيس المخفر بده اياك. أهلين سيدنا. حاضر سيدنا، حاضر.
شو؟ كمالت لك كان بريء رح يطلع، بس بدنا ناخذ وقتنا بالتحريات. طيب ماشي، شكرا جودة. انت لا تقلق، انا رح وقف معك. دخيل الله ينفعك يا همز. ليش بدك يعني يعدموني الدنيا؟ لأنك يعني حسب ما فهمت إنك أنت يعني متستر وحاوي واحد تخاضه وتقضيته. أنا بتشك فيني يا دنيا؟ ليش لحتى أنا ما أشك فيك؟ يعني هو يعني إفراج معنا ولا يعني والله الأستاذ جودت بده يضل هون كم يوم لبين ما يتأكدوا من براءته. أماني برقبتك يا دنيا، هاي البيت أماني برقبتك، هو بالأغراض. بتديري بالك على تمييزات وبتديري بالك على المستأجرين، أنا ما بأمن حدا غيرك لأنك متيها. أنا هسا ما صرت حرمتك، إي نعم، أنا ما بصير حرمتك لحتى أنا عمي أبو العبد يحاكيني على جوالي ويقول لي إنك وطني، كيف لكن؟ لا خلص أنا يا دنيا وطني، رح تشكي فيني كمان. سلميني على أبوك وقولي له على مين محلو يعني. إي نعم، مدهيت علي. يلا باي. الله معك دنيا، طاعي شيني بالك عليه دنيا. ايه نعم، لحظة لحظة تاني أخي محمود محروس. يلا افراج، يلا يلا مد عيني، تعالوا معه من هون.